طيب تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه. عندنا ثلاث حالات: يا مكسور نحو اصبر اكشف، أو مفتوح مثل استغفر أو اتقوا اتقوا، نعم، أو مضموما ضما عارضا وذلك في، شوف عم نقول وذلك فيها ما عم نقول وذلك نحو، يعني أنا هون حصرت لكم الأفعال اللي جايين في القرآن الكريم، وثالثه مضموم ضما عارضا. شو هم الأفعال كما ترون أمامكم؟ ابنوا، امشوا، اقضوا، ايتوا، ايتوني، ولا سادس امضوا، في قبل واو الله يهديك، وامضوا حيث تؤمرون، ما يبدأ بها. مين قال امضوا؟ أتقرأ بدون واو قرآنا؟ أتقرأ بدون واو؟ ما تقرأ، ما جاءت في القرآن امضوا إلا مسبوقة بالواو، والواو لا تنفك عنها. أما هذه الستة ليس قبلها حرف من الحروف اللواصق، هذيك بنسميها الحروف اللواصق. نعم. ملخص ما قلنا نراه في هذا الجدول: حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل، الضم إن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، الكسر إن كان ثالث الفعل مكسورا مفتوحا مضموما ضما إيه؟ عارضا. حركة همزة الوصل عند البدء بالأسماء، تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما نحو استكبار استغفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. هذه مصادر، يعني ابن مريم اسمه المسيح امرأة، دائما الهمزة إيه؟ في الأسماء مكسورة. بقي عندنا دخول همزة الوصل على الحروف، تدخل همزة الوصل على حرف واحد إن هو لام التعريف، وتكون مفتوحة دائما نحو الأرض، الكتاب، الله. تمام. تنبيه حول حركة الراء من كلمة امرؤ. هذه الكلمة عجيبة وغريبة سبحان الله في كلام العرب، يعني نحن دائما بنعرف انه الإعراب وين بيكون؟ على الحرف الأخير. هذه الكلمة الحرف الثالث منها وهو الراء يتأثر بحركة الإعراب، سبحان الله. يعني إذا كانت امرؤ بتلاقي الراء شو؟ مضمومة. امرأن إذا كان منصوبة شو بتلاقي الراء صارت؟ مفتوحة. امرئين رئين إذا كانت مجرورة شو بتصير الراء؟ ولا أعلم لها ثانيا في اللغة، وجاءت في القرآن هكذا. نعم. امراء سوء، لما كانت راء الهمزة مفتوحة شو صار بالراء؟ فتحت. إن امرؤ هلك، لما كانت مضمومة يعني الاسم مرفوع شو صار بالراء؟ ضمت. بكل مريئين لما كانت مجرورة كسرت الراء. تتبع الراء حركة ما بعدها، أي حركة الإعراب في هذه الكلمة فقط، ويبدأ بهمزتها مكسورة دائما، يبدأ بهمزتها مكسورة دائما. يعني هذا بس للعلم بالشيء. فائدة: علامة همزة الوصل في ضبط المصحف وضع رأس صاد صغيرة فوق الألف، أخذت من أول كلمة صلة هكذا. هذه العلامة من كلمة صلة نضعها فوق الألف. طبعا هذا كله شغل الخليل، ها خليل ابن أحمد الله يرحمه ويجزي عننا كل خير. همزة القطع هذه أمرها سهل، هي الهمزة التي تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه نحو أتى، أوتوا، إن. هون جاءت وين؟ في أول الكلام. فأراد، يؤمنون، بإذنه، الأمور، جاءت الهمزة وين؟ وسط. يشاء، قروء، وجيء، نبئ، وين جاءت الهمزة؟ في الآخر. إذن همزة القطع تأتي في الأول وفي الوسط وفي الآخر، وتنطق وصلا ووقفا. الآن في عنا مبحث بده شوية تركيز، ها؟ يعني اللي بيحب ياخذ نفس عميق هيك معلش. شو هو المبحث؟ اجتماع همزتين ثانيتهما ساكنة، اجتماع همزتين ثانيتهما ساكنة. كنت قد ألمحت إلى هذا المبحث لما تكلمنا على مد البدل، قلنا بأن العرب
لا يجمعون في لغتهم بين همزتين ثانيتهما ساكنة. فالعرب لا يقولون أ ولا يقولون أ ولا يقولون إ، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية يعني الساكنة حرف مد مجانس لمين؟ لحركة الهمزة الأولى. نعم، لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى نحو نعم أقدم. شو بيقولوا؟ لأنه هي أقدم على وزن أفعل. نعم، أؤتوا شو بيقولوا؟ نعم، إيمانا شو بيقولوا؟ إيمانا، وهو ما يعرف عند القراء بمد البدل. دخول همزة الوصل على همزة قطع ساكنة، أنا في عندي همزة قطع ساكنة لح يدخل عليها مين؟ همزة الوصل. إذا دخلت همزة الوصل على همزة قطع ساكنة فإننا عند البدء نبدل همزة القطع الساكنة حرف مد مجانس لحركة همزة الوصل نحو فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لو وقفنا على الذي وقف يعني وقف اختباري، فليؤدي الذي كيف نبدأ؟ اؤتمن أمانته، بدأ اختباري لا يتعمد، أكرر دائما لا يتعمد مشان ما حدا يروح يعملها بالصلاة. في الصلاة بنقرأ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته عادي وبنمشي، لكن لو سألك طالب لو حبيت تعرف حكمها اللغوي يبدأ بها اؤتمن. واضح اخواني؟ نعم، في السماوات ائتوني، في الوصل شو بنقول؟ في السماوات ائتوني. طب لو وقفنا على في السماوات كيف نبدأ؟ المرحلة الأولى ائتوني، المرحلة الثانية ائتوني. نعم، لقاء نأتي بقرآن، في الوصل لقاء نأتي، لكن لو وقفنا على لقاءنا المرحلة الأولى ائتي، المرحلة الثانية شو؟ ائتي. واضح؟ وكذلك الأمر، ومنهم من يقول يقول ذلي. تمام، إذا وقفنا على يقول نبدأ بالمرحلة الأولى بنقول إذن، بالمرحلة الثانية شو بنقول؟ إذلي إذلي. هذا شو اسمه المبحث؟ دخول همزة الوصل على مين؟ على همزة قطع ساكنة، هذا الشرط. الآن حنعكس دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال. اتركك من اللوحة وخليك معي. قلنا منذ قليل إن همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين مين ومين؟ ضمة والكسرة. طيب همزة الاستفهام، العرب تستفهم بأدوات، هل، أين، متى، ومن جملة تلك الأدوات هذه شو اسمها؟ همزة الاستفهام، هي همزة قطع مفتوحة. شو هي؟ همزة قطع مفتوحة. فلما بدك تستفهم بأ وتدخلها على فعل أوله همزة وصل، همزة الوصل قطعا حتكون يا مضمومة يا إيه؟ يا مكسورة. وقلنا منذ قليل إن همزة الوصل شو بيصير فيها بدرجة الكلام؟ تسقط. معناها بيبان على طول، بيظهر إنه لما بتقول مثلا أنت أفترى على الله كذبا، أفترى، يظهر مباشرة للدارس أن هذه الهمزة همزة إيه؟ همزة استفهام. طب وين همزة الفعل اللي أصلها افترى؟ ما هي؟ سقطت في درجة الكلام. إذن افترى أصلها افترى، فسقطت همزة الوصل، شو صار الفعل؟ افترى. استكبرت شو بتصير؟ استكبرت. اطلع شو بتصير؟ اطلع. اصطفى شو بتصير؟ اصطفى. عرفنا على طول لما منشوف أكذا منعرف إنه هالهمزة هي همزة استفهام. كيف عرفناها؟ لأن الفعل لا يكون أوله همزة وصل مفتوحة، يا مضمومة يا مكسورة. فلما نراها مفتوحة منعرف على طول إنه هذه ما هي همزة وصل. واضح إخواني؟ دخول همزة